الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم بيع فيز العمال؟ أهي حلال أم حرام؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الشيء إلا إذا كان يملكه أو مفوضا في بيعه، فلا يصح صدور البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه. ومن المعلوم أن هذه الفيز تتبع باعتبار التملك للجهة التي تصدرها، وأن الإنسان إنما هو مفوض في الانتفاع بها، فهو يملك الانتفاع ولا يملك رقبة هذه الفيزة، فإذا باعها فيكون قد باع شيئا لا يملكه، ومن باع شيئا لا يملكه فإن بيعه يعتبر باطلا، فلا يجوز بيع هذه الفيز ولا شراؤها لأمرين: لأنها لا تدخل باعتبار تملك ذاتها ورقبتها تحت ملك البائع، فيكون قد باع شيئا لا يملكه وهذا محرم شرعا، ولأن بيعها مخالف لأنظمة الدولة، نظام ولي الأمر. ومن المعلوم المتقرر في القواعد الشرعية وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية، فولي الأمر يمنع في نظام دولته أن تباع هذه الفيز التي تصدرها هذه الجهة، ويمنع أن تشترى، فيجب طاعته في ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يحمله استبطاء الرزق على أن يسلك الطرق المحرمة، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد والمنة، وعلى الإنسان أن يتقي الله، فإن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا وفرج الله عنه وفتح له أبواب الرزق وأتته الأرزاق من حيث لا يحتسب. وإذا تأخرت عنك بعض الأرزاق فحاسب نفسك وانظر في حالتك، فإن من أعظم ما يمنع انفتاح أبواب الأرزاق كثرة الذنوب والمعاصي مع ضعف التوبة والاستغفار. ولذلك يروى في الأثر: فإن العبد ليصيب الذنب، إن العبد ليمنع الرزق بالذنب يصيبه. فمن أثار الذنوب والمعاصي انغلاق أبواب الأرزاق. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فحتى لو ضاقت عليك الأرزاق فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تتفقد نفسك، وأن تحاسبها، وأن تكثر من دعاء الله عز وجل، وأن تبحث عن باب رزق حلال، فلا يحملنك استبطاء انفتاح الأبواب أن تسلك الطرق المحرمة، فإن المال الحرام سحت ومكاسبه منزوعة البركة. أسأل الله أن يفتح لك أبواب رزقه، أسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب رزقه، أسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الرزق والبركات، وأن ينزل عليك من بركات السماء، وأن يفتح لك من خيرات الأرض، والله أعلم.